مساء الخير. انفجار كبير يهز مرفأ مدينة اللاذقية ويودي بإصابات كبيرة، رغم أن البعض يقولون أن هناك ليس من إصابات سوى هرة المدير العام أو أحد مسؤولي المرفأ. ننقل لكم الآن على الهواء مباشرة آراء الجمهور المحيط بالمرفأ ليقول لنا ماذا حدث بالضبط، ومقابلة مع بذريمين ليحدثنا عن الوضع الحقيقي. إليك زوزيف. في الحقيقة قمنا بكافة الإجراءات اللازمة للحد من هذه الأزمة التي وقعنا بها، والصراحة هي ليست عملية تخريبية إنما هو عبارة عن عطل فني ناتج عن تقصير وإهمال أحد العمال، لذلك قررنا رفع عقوبات بحق المقصرين في هذا المجال، ومن الآن وصاعدا سوف نعمل على انطلاقة جديدة من أجل الحيلولة دون حدوث أي مشاكل من هذا النوع، خصوصا نحن في مرحلة نواجه فيها المد الأنجلوساكسوني الذي يهدد بلادنا ويشعرنا بأننا غير قادرين على استقلاب الاستنزافات الكاملة ضمن حدود أولويات معينة ومطلقة وصف استحقاقي. لذلك نرجو من جميع الإخوة المواطنين التعامل معنا على أننا أشخاص نحاول القيام بالمد الكوني الكامل، ونرجو من كافة السلطات الأمنية التعاون معنا للحيلولة دون حدوث مشاكل أخرى، وسنعلن قريبا عن مناقصات معينة من أجل القيام بالإصلاحات التي تسبب لها هذا العمل التقصيري كما يمكن أن نسميه، لأنه ليس بعمل تخريبي، وإن شاء الله نصل إلى نتائج مرضية بحق الله والجمهور والشعب. صراحة أنا كنت ماشي. أنت اللي كنت ماشي ولا هو؟ لا هو كان ماشي جنب شجرة التفاح. لا أنا كنت راكد. أيوة. أو كنت أمارس الرياضة الصباحية، بتعرف ما الصباحية يا الله ما تصاب. ظهريات كنت عم مارس الرياضة الصحراء. ممكن بس قبل ما تكفي، يعني حضرتك بتشتغل بالمرفأ؟ أنا؟ نعم. لا والله أنا بس أمارس الرياضة الركض بجانب المرفأ. بجانب المرفأ. وعندما كنت مرة سمعت انفجارا كبيرا عصي الدمعي. نعم. ونظرت وإذ بغبار كثير وكسيف يتصاعد، فنظرت هكذا فإذا هيك وده مش عبرش وهكذا شكرا كثير ليلى. علي استاذنا، ممكن تقلنا انت شفت مثل كيف يعني؟ يعني وقت صارت الحادثة. والله أبعرف أني ما كنت بكل المرفأ. أيوة بس بالله حكوا لي أنه والله وقعت الحنطة علي وكل واحد فيه لم فيه النصي. والله إيه والله. حضرتك بتشتغل بالمرفأ؟ إيه؟ تشتغل بالمرفأ؟ والله أحيانا هيك يعني نشتغل بنروح منلقط. إيه والله هيك. بس خي أبو محمد هنيك هو كان موجود يعني وبيعرفه، والله بعتقد إنه مات يعني، بس إذا بتلحقوا. أيوة. بالمشفى هو. طيب فينك تقلنا شو أنت برأيك يعني الحادثة كيف صارت؟ والله ها بعرف، بس ما يقولوا في شنك كان فيه هنيك، بس لا طلع موتور. موتور. الموتور تاع ممكن توسع لنا شرحك شوي اذا تريد. ممكن توسع لنا شرح. لا الشرح اللي كنت عم تحكي. الشرح والله انا مثل ما قلت لك بعرف اكثر من هيك. بتعرف. طيب إيوه. ماشي، شكرا كثير لتعاونك معنا. اهلا حبيبي. استاذ ابو سعيد، ممكن تشرح لنا اللي شفته اذا بتريد بالتفصيل؟ والله انا تعال شوف هاي الكاميون هون، والله هذا كنا وافي عم نحبه. هذا هالحر علينا نحن كوما. أم محمد الله يرحمك يا أم محمد، عند سبع أولاد الله يرحمك يا أم محمد. يا والله فكنا نحن واقفين هيك، هذا عندي حر علينا كل حد ما بعرف كيف فهمت هيك، ما قلت لك حرفة قلت إجوا الأمريكان. أنا فورا قلت إجوا هون، تعرف أنت هذا ملايس هذا شوية الخرا يعني كيف انفجار وقعت الدنيا وهبطت كون الشباب قرم بستون السمكة كون عم بنقله، بس ما هو مش لها. الله يرحمك يا محمد وسبع أولاد. الله يرحمه محمد كان هذا موت الزلمة، كان هذا ما عنده سبع أولاد. الله يرحمه ما بدي يحبط له هذا. أنتم تعرضوا له بالتلفزيون شو بضحك بيه؟ عم عليك لو أخير شو بيه؟ أنت ما تعخر شي كيف؟ ألا بلع ألا بفرجك